إذن الدقيقة 73 والحسنية متأخرة بهدف دون رد، هدف جاء ضد مجرى اللاعب، هدف سجل في الدقيقة 65 وبالتالي هدف زاد من تأزيم وضعية الغزل السوسية وزاد من معاناة فريق حسنية تقدير خلال هذا الموسم. نتيجة غير مرضية، نتيجة صراحة اللي ستعذب الحسنية وستزيد من معاناتها، وبالتالي فالجمهور الحاضر اليوم فغاضب تماما على سوء النتائج وايضا على سوء التسيير اللي كنشوفوا بان ما يعيشه الفريق، هو صراحه مخجل جدا وامر غير مقبول باتا بان نشوفوا فريق يعني من حجم حسنية تقدير، فريق تاسس عند سنه 1946 وفريق عريق بقاعده جماهيريه كبيره بعشاق من كل بقاع العالم، ويعيش هذا السيناريو ويعيش هذا النفق المظلم. فلا يعقل بأن نشوف الحسنية تنضحر أمام جماهيرها، فجمهور حسنية تقدير قطع يعني محاولة لحسنية تقدير لكن تضيع مع الأسف الشديد، الفرصة تضيع أمام استغراب الجميع. يوسف مهري يهدر فرصة ثمينة جدا ويهدر فرصة ربما لو استغلها بشكل جيد وعلى النحو الجيد لا ترجمت إلى هدف التعادل، لكن شاءت الأقدار أن تخرج خارج خط المرمى وضربة مرمى لفائدة فريق النهضة البركانية، ولا زالت الهزيمة مستمرة ولا زالت هتافات هذه الجماهير القليلة تهدف من أجل أن تعود الحسنية إلى نتائج إيجابية، ويبقى المستقبل غامض في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأزمة التي يعيشها الفريق، صراحة أزمة نتائج، أزمة مخيبة للأمل. فنتمنى خير لفريق الغزل السوسية ونتمنى أن تعود الحسنية إلى سابق عهدها وتعود إلى رسم فكما قلت جمهور التراي مازيغن يقاطع هذه المباراة، وجمهور التراي ريدريبز هو الحاضر رغم قلته، فكما كنشوفوا جماهير قليلة حاضرة بمدرجات ملعب أدرار، والفريق السوسي متأخر بهدف دون رد، صراحة هدف لربك حسابات المدرب باكيتا وأيضا أغضب الجمهور الحاضر، والكل مستاء من سوء النتائج اللي كيحققها وكيحصدها فريق الحسنية هذا الموسم. فصراحة الحسنية تعيش مستقبل مجهول، الحسنية تنضحر مباراة بعد مباراة، وبالتالي فمع الأسف الشديد نتساءل ماذا يقع ولماذا يتم تسجيل يعني هذه النتائج السيئة وهذه النتائج اللي صراحة مؤسفة جدا بطبيعة الحال. فمؤسف يعني هذا الوضع اللي كيعيشوا الفريق مع الأسف الشديد، فاحنا كنعيشوا صراحة وضع كارثي، الفريق ربما أسوأ سيناريو ممكن أنه يشوفوا جمهور الحسنية، وهذا السيناريو اللي كيطرى للفريق ديالو بأنه ينهز من المباراة الثانية على التوالي وأمام الجماهير ديالو، شيء صراحة مؤسف جدا. لازلنا نعيش دقائق هذه المباراة، دقيقة 78 والحسنية متأخرة بهدف دون رد رغم محاولة يائسة من مهاجمي الفريق من أجل التدارك النتيجة ومن أجل العودة إلى نقطة البداية، لكن أمام سمات الدفاع الفريق الضعيف النهضة البركانية الحسنية لم ربما هدف آخر مع الأسف
كانت فرصة مواتية للنهضة البركانية من أجل تعزيز النتيجة بعدما انفرد أحد المهاجمين بالحارس، لكن في آخر المطاف تدخل أحد المدافعين وخلص الكرة لتعود الكرة لفائدة فريق حسنية أكادير، ومحاولة أمام مرمى فارغة ويتم هضر هدف محقق وهدف محقق لفائدة الحسنية، والفرصة تضيع أمام الحسنية من أجل العودة في النتيجة. فصراحة مؤسف يعني هذا السيناريو اللي كنشوفوه، فاللاعبين ديال الحسنية كيحاولوا انهم يوصلوا للمرمى ديال النهضة البركانية كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذه المحاولات. فرصة أخرى لكن تضيع، واستماتة دفاع النهضة البركانية يعيد الكرة وهجمة مرتدة لفائدة النهضة البركانية. فالحكم يعلن عن خطأ لفائدة الزوار وركلة حرة طبيعة الحال لفائدة الزوار. فنتمنى خير إن شاء الله لفريق حسن تقدير، ونتمنى أيضا حد موفق للنهضة البركانية فيما تبقى من دقائق هذه المباراة التي لم يتبقى إلا 10 دقائق وتنتهي المباراة بتأخر الحسنية بهدف دون رد.